اي يا فندم ارجوك انا بتاذي سوري يعني. ايه يا حبيبي انت اهو مين اللي اذن لكم انكم تربوا شعر صدركم؟ ايه بلد سايبه يا حبيبي ولا ايه؟ محمد امرك يا باشا. تعال دي تتنفخ. نفخوا يا باشا بسرعه. حاضر يا باشا قدامي. وانت راجع هات لي مكوه الشعر معاك يا محمد. لا ارجوك يا فندم اتوسل اليك الا مكوه الشعر. انا ممكن انتف شعر صدري قدام حضرتك شعرايه بس المكوه لا. مش عايزك تجيب سيره شعر صدرك قدامي. انت بتعمل ايه؟ انت ليه بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني؟ ليه؟ انت مش عارف ان انا اجرود ياد ولا ايه؟ سوري والله اول مره اتشرف بفتحه قميص حضرتك. بعدين حاجه بتاعت ربنا يا فندم. ارجوك يا فندم اتوسل اليك سامحني وخلينا اروح. عايز اسامحك؟ هسالك شويه اسئله بس لازم تجاوب عليا بصراحه وبشفافيه. هنا صراحه. تبقى هنا ايه؟ شفافيه يا فندم. واوعد سعادتك ان اكون مرشدك الخاص واكون الكلب الوفي بتاع سعادتك. قول يا حبيبي عمرك ما اخدت هرمونات عشان شعر صدرك ده يطول؟ لا بصراحه بس انا اسمع كانت ماما تقول لي وانا صغير رحنا جنينه الحيوانات فحضنت غوله بس انا مش مقتنع بموضوع الغوله ده بصراحه. يعني غوله المكان جنينة الحيوانات. السؤال الثاني عمرك حصل لك اي حاجه غريبه حاجه عجيبه؟ مش متذكر بس افتكر وانا عندي 3-4 سنين كنت بايت عند تيتا في حلوان وسخنت. افتكر ان انا سخنت جدا في الليله دي وصدري حرقني قوي من هنا وهنا. قمت لقيت حوالي بتاع 16 شعرايه هنا وهنا حوالي 26-28. شربت حاجه قبل ما تنام؟ شربتش يا فندم. تيتا ما كانتش بتحبني اشرب حاجه عشان ما اعملش بيبي على روحي. ولا اكلت حاجه؟ ولا اكلت فم. يعني تيتا في حلوان 14 شعرايه و12 شعرايه. السؤال التالت لو خيروك بين حد عزيز عليك قوي وبين شعر صدرك تختار مين؟ اخص عليك يا فندم شعر صدري طبعا ده هو اللي فيه الشغل كله حضرتك. وبتقولها تاني بتقولها تاني قلت لك 100 مره انا اجرودي يا محمد. بلاش محمد حبسوني على شعر صدري ابوس ايديكم. ايه النور الجامد ده؟ هم عايزين يعموني ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر. انتوا ايه انس ولا جن ولا انتوا مين؟ ادم. نعم. انا كائن فضائي. كائن ايه؟ فضائي. اهلا وسهلا تحت امركم. بص يا ادم. ايه؟ بمقاييس كوكبك انت انا ست، لكن بمقاييس كوكبنا احنا انا راجل. عادي براحتكم ماليش دعوه بمقاييسكم، انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ ادم. امري. احنا جايبين لك دعوه VIP لزياره كوكبنا. وكوكبكم ده فين ان شاء الله؟ كوكب الدكورة. كوكب ايه؟ الدكورة. انت اسمك ايه يا اخ؟ خالد. في حاجة؟ لا مفيش حاجة. وحضرتك؟ كريم. اهلا يا استاذ كريم، أمروني انا خدامكم، في حاجة ما اقدر اعملها؟ بص يا ادم. انت لو فضلت في المكان ده اكتر من كده امن الدولة هيخلصوا عليك. ويخلصوا عليا ليه؟ انا عملت ايه في حياتي؟ ادم. نعم. اديني ايدك لو سمحت. احنا فعلا محتاجين لك. ما عندناش اي استعداد ان احنا نفرط فيك. في المرحلة الحرجة اللي بيمر بيها كوكبنا. بصراحة قلقان منكم وقلقان من كوكبكم، ما تزعلوش مني يعني. آدم. يا دي آدم كرهتيني في إيه؟ أنا كائن فضائي. حاضر. إديني إيدك لو سمحت. هات إيدك يا آدم، مفيش وقت أشرح لك. خلي المكوة يا. لا مكوة إيه؟ هات إيدك يا كريم. هات يا خالد. مبسوط يا خالد؟ مبسوط. انت متجوز؟ لا. طب يا عم ايه ده؟ مستر ادم بجد دي زياره كريمه جدا.
وانا نيابه عن المسؤولين في كوكب الدكوره بنحترم زيارتك دي جدا وبنعتز بيها. معاك جمال السيد احمد مسؤول العلاقات الدوليه للكوكب. اهلا اهلا يا استاذ جمال. اهلا وسهلا. والله يعني متشكر على حسن الاستقبال يعني، بس انا مش فاهم حاجه. انا مش هطول على جنابك، بس زي ما سيادتك شايف الشبان عندنا في الكوكب عندهم نقص في الهرمونات. نقص في الهرمونات؟ لا واضح بصراحه، انا مش فاهم اذا كنتوا رجاله وانا نسوان. كوكب عجيب يعني. للاسف احنا دورنا في جوجل على مين اكتر حد عنده هرمونات زياده، واكتشفنا ان بسبب شعر صدر حضرتك انت حطمت الرقم العالمي الهرموني. انت رمز للرجل المشعر يا مستر ادم. ربنا يخليكم، دي حاجه بسيطه يعني، وبصراحه يعني انتوا ناس ذوق وانا عايز اعمل معاكم واجب يعني، واجب بسيط يعني. الله، لا انا بحس بالنعمه اللي ربنا اداها لي مره كمان. ده احنا عندنا في الارض دم تلت الحاجه تقرف يعني. الشبان عندنا مش عارفين يتجوزوا، هينفردوا. عشان كده احنا فكرنا لو حضرتك تبشر لنا شويه شعر نحللهم يمكن نقدر نوصل للماده اللي تتفاعل مع هرموناتنا. بشر شعر الصدر؟ فك يا خالد. كده احنا دخلنا بقى في بيزنس يعني مصلحه. هتدفعوا لي كام؟ يدفع لك كام؟ مفيش اكبر من مصلحه كوكبنا ومستقبله. بلا كوكبك ولا مستقبلك، وده شعر الصدر هتبشروه يعني ايه؟ لازم اخد فلوس. هنعمل لك تمثال. تمثال؟ لا ما ياكلش معايا الاونطه دي يا حلوه. خلاص يا سيدي، هنالف لك كتاب الكتروني ونوزعه على سكان الكوكب. احرقه وارميه في البحر، انا عايز ماني فلوس. هندي لك 10%. 10 ايه؟ في المية. طب وكده؟ ممكن اديك 15%. طب وكده؟ 30%. طب لو لمست شويه؟ كده 50%. بصي انا ليا طلب تاني بقى بصراحه، ممكن تكبش لي الكبشه ليك لوحدك وتديني لفه بالبتاعه دي. بس مش هينفع. الف لفه حوالين النسوان ولا الرجاله اللي انا مش فاهمهم دول واديهالك تاني على طول. لا مش هينفع خالص. طب بالسلامة بقى، انا عندي مشوار في زحل. تعالى هنا يا حبيبي. هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ زي خروج. ايه اللي زي خروج؟ يا عتريس هات المبشره. مبشره؟ ده انا مش بتنفوش راجل من ساعه ما جيت هنا. هنوريك الرجوله دلوقتي. ايه هتمشوري شعر سيدني؟ ده انا اقطع رقبيكم كلكم. اوعى على بس استقبال. اوعى يا ولية انت وهي. يا نهار اسود. سيد راح فين؟ يا نهار اسود. هقول لامي ايه؟ هقول لها خدوا شعر صدري وعملوا بيه ايه؟ يا نهار اسود، شعر صدرك راح. يا ليلتك السودا يا ابن صبرا الصبارة. هقول لامي ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وراحوا بيه فين؟ طب لما امن الدوله ولا البلد يعملوا كده مقبوله، لكن ناس من كوكب تاني مش فاهم رجاله ولا نسوان. خسارتك خسارتك يا ادم، يا خسارتك يا ادم. خدتوا شعر صدري يا كلاب يا كلاب. بصراحه احسن، ده كان اوفر. كنت عامل زي الغوريلا، كنت كل يوم اصحى اسرح شعري واسرح شعر صدري، كنت بكسف انزل البحر كده حلو، بقيت شاب روش.